ابدأ دراسة بقوة 100 عقل. ايه ده؟ يعني ايه؟ ازاي ازود ذكائي وتركيزي بنسبة 100%؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة بإذن الرحمن الرحيم في حلقة جديدة من برنامجكم نفس مطمئنة مع دكتور أسماء سعيد. هبدأ الحلقة بتمرين مهم قوي. عايزة كل اللي بيسمعني أسألك سؤال وجاوبني على السؤال ده تحت في التعليقات. انت شايف او انت شايفة نسبة ذكائك قد ايه بالظبط؟ واكتبوها تحت، مهمة جدا الخطوة دي ولازم تتكتب نسبة ذكائك كذا، عشان هنعمل إيديت على الكومنت او تكتب كومنت تاني ان شاء الله. نسبة ذكائي كام بالظبط؟ والسؤال التاني، نفسك او نفسك ذكائك يبقى قد ايه بالظبط؟ اكتبه برضو ايه الرقم. السؤال التالت، مين اللي انت شايفه ان نسبة ذكائه عالية جدا وحطه مثل اعلى ليك ونفسك توصله؟ اكتبوا التلات اجابات دول تحت بعض. خطوة مهمة جدا الاجابات دي. لو انت او انت كبة ان نسبة ذكائك مثلا 50% 60% 70%، والله انك انت نسبة ذكائك كده لان انت بتقولي كده. انسفوا او انسفي الافكار السلبية اللي موجودة جواكوا عشان نسبة ذكائك تعلى عندها وتوصل للي انتوا عايزينه. انسف يا دكتور ازاي الافكار عنها؟ في تمرين اسمه تمرين 3 في 5، تمرين التكرار، وده كان موجود في نوت اهدافي او رحلتي. مهم جدا اعمل ايه في تمرين 3 في 5 ده او تمرين التكرار؟ التمرين انا مش عايزة اشرحه باستفاضة، بس فيما مضمونه يعني حتى لو انت مش عارفة تاخدي التمرين هو موجود في النوت، يعني انت ممكن تتواصلي مع الارقام، مش عارفة النوتس موجودة بس ان شاء الله تكون موجودة ما تكونش خلصت. يعني التمرين ان هو ان انت بتكتبي اللي انت عايزة بالظبط. يعني مثلا انا عايزة ابقى مثلا تركيزي وذكائي بنسبة 100%، رد فعل العقل ايه؟ لا طبعا مستحيل، وانت فاكر نفسك هتبقى كده، ده انت غبي، هو في حد اصلا بيوصل لكده؟ كل الافكار اللي بتطلع من رد فعل العقل هي دي اللي منع ان انت يبقى عندك تركيز بنسبة 100%. وصلت الفكرة؟ كل يوم لمدة 14 يوم ل21 ل40 يوم افضلوا اعملوا كده، اكتبي الفكرة اللي انت عايزاها او اكتبي الحاجة اللي انت عايزاها واعملي رد فعل العقل ليها. لما تعملي رد فعل العقل ده ابتدي بقى ايه قطعيه وابتدي تاني بكرة لحد ما تفرغي كل الشوشرة عن موضوع التركيز او الذاكرة. عشان انا بيجيلي شباب وبنات كتير جدا في موضوع الثانوية العامة او المذاكرة او عندهم بلاوي سوداء. اقول لها يا حبيبتي انت تقدري؟ مش عارفة. تقولي لا ما اقدرش يا بنتي انت كذا. لا، اقوى حد جالي البنت اللي كانت بتقولي دكتور انا نفسي احفظ صفحة. لا، قالت لي انا نفسي احفظ صفحة في 5 دقايق تقريبا. قلت لها هتقدري؟ قالت لي اه هقدر. عملت معاها التمرين اللي هو اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. عايزه اقول لكم والله العظيم البنت بقت تقول انا مبهوره يا دكتور من النتائج. ليه؟ لانها سحبت كل الافكار السلبيه اللي موجوده عندها وبدات تستخدم جلسه اسمها سرعه التذكر والنسيان. حته جلسه رهيبه بتفرق معاكم. واحنا لسه في بدايه سنه، ايه الحاجات يا دكتور اللي انا ممكن اخدها في بدايه السنه تنفعني؟ جلسه التخلص من الافكار، جلسة سرعة التذكر وعدم النسيان، الجلسة الثالثة هي جلسة الأهداف. وتجديد الطاقة دي حاجة تانية ممكن تستخدموها. الأربعة دول عليهم يعني تخفيض كبير جدا ممكن تاخدوهم من بداية الدراسة
استخدموهم طول الدراسه. اسمعوا مني انتوا لسه في البدايه، عشان ما تقوليش في الاخر يبقى فاضل 20 30 يوم على الامتحانات وتبقوا بتعيطوا دكتور الحقيني يا دوب، مش هيبقى في وقت. لما تبتدي من الاول وتنسفي كله وعندك مخاوف عن الدراسه، برضو في جلسه التخلص من الخوف، لان الخوف رهيب بيفرق مع ناس كتير قوي، خديها. لما تعملي ده كله هتفرق معاكي 180 درجه. ارتبهم ازاي؟ خدي 3 جلسات في 3 جلسات، 3 جلسات في الاول لمده شهرين، وبعدين 3 جلسات لمده شهرين، وبعدين ارجع لجلسات تانية وهكذا. هتلاقي عندك الخوف اختفى، شيل الخوف. هتلاقي عندك مثلا مبقاش في افكار سلبيه، شيليها. بس اللي استمر عليها على طول ايه يا دكتور؟ اهم حاجه فيهم هي بتاعه سرعه التذكر والنسيان وجلسه الاهداف، مهمين جدا دول، الاساسيين يبقوا عندهم. جايلكم بتمرين في الاخر قوي جدا جدا جدا، سيبته لاخر الحلقه للناس بس اللي كملت الفيديو. ايه التمرين ده بقى؟ قوي جدا. عايزاك تغمضي عينيكي وتشوفي الشخص اللي احنا قلنا عليه فوق مثل اعلى ليكي. يعني ايه مثل اعلى؟ يعني شايفه مثل اعلى في التركيز والذكاء والعلم وكل حاجه، ونفسك تبقى زيه. وغمضي عينيكي وشوفي الشخص ده قدامك، وشوفي ان انت وهو واقفين وفي باب محطوط في السماء، ابتدى الباب ده يتفتح وينزل سلم منه، واطلعي انت والشخص ده، وقفي قدام ربنا قولي يا رب انا زيه، ايه الحاجات اللي هو عملها عشان يستحق ان هو يبقى في العلم والذكاء ده؟ اللهم انقلني من وعيه، اللهم زدني علما وذكاء وتركيز يا رب، وحس انه في نور نازل من السماء عليكم زي ما يكون بيملى كوبايه فاضيه جواكم. استمروا في التمرين ده 10 دقايق، ربع ساعه، تلت ساعه، واذكروا ربنا زي ما انتم عايزين، وعيشوا فيه براحتكم خالص، واتفرجوا على اللي هيحصل لكم لما تعملوا التمرين ده اقل مده شهرين. هتدعوا لي من قلبكم والله، قوي جدا وسحر. والحلقه دي مكمله الحلقات كلها، اتحدات تنسى اللي ذاكرته، ازاي تزود تركيزك، كل الحلقات اللي ليها علاقه بالمذاكره مهمه جدا ان شاء الله بامر الله. انا هحاول انظمها كده واحملها في البلاي ليست لوحدها مجمعه باذن الرحمن الرحيم. واستعينوا بالله كده، وابتدوا بقى سنه جديده وجددوا نيتكم، واسمعوا الحلقات بقى فاكين قصه الولد اللي جاب 101%، اسمعوا كل الحلقات اللي ليها علاقه بالمذاكره مع الحلقه دي والتمرين بتاع ده، وابتدوا كده بهمه وحماس، وخدوا جلسات الاسترخاء وابتدوا فيها من الاول عشان ما تجوش في الاخر تقول يا دكتور عايزينك يا دكتور كذا يا دكتور كذا، مش هتحتاجوا اصلا لاي حد خالص لو ابتديتوا بكل المعلومات اللي انا قايلاها على اليوتيوب. يا رب الحلقه تكون نفعتكم ودخلت عليكم باليسر وبالسلام. اعملوا لايك بمثابه شكر ليا، اعملوا شير للحلقه عشان توصل للدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى الكلام والفضفضه وانت ما فيش بينك وبينه اي باب، والاحلى منه لما تدعي دعوه صعبه وفجاه تلقى استجاب. احلى الكلام والفضفضه وانت ما فيش بينك وبينه اي باب، والاحلى منه لما تدعي دعوه صعبه وفجاه تلقى تعيش في الدنيا جنة، هتلاقي روحك حي.